طيب عندنا مجموعة صور تخص شهداء بئر العبد. مش عارفة أقول إيه، أقول إنه استشهد لأنهم يعني استشهدوا لأنهم مصريين، ولا لأنهم وطنيين، ولا لأنهم عساكر وضباط في الجيش. هل الإرهاب لما فكر إنه يعمل هذه العملية الإرهابية قال مثلا انه الناس هتزعل وتقول لا خلاص بقى مش هنتجند في الجيش، مش هنودي ولادنا يتجندوا، او هنكره الجيش بقى اللي ولادنا بيموتوا فيه، مش هنكره اللي بيقتلوا ولادنا؟ وارد ان ده يكون فكر الارهاب، لان هم غالبا بيكونوا مرتزقه بيشتغلوا للي بيدفع، ما يعرفوش معنى يعني ايه جيش وطني، ما يعرفوش معنى يعني ايه جيش نظامي، ما يعرفوش معنى يعني ايه جيش دوله، جيشها هم ولادها وولادها هم جيشها. صحيح الصور فيها كتير من الوجع، صورة الأب اللي كسرت الدنيا نظرات عينيه وهو شايل نعش ابنه، محني ظهره محني قلبه اتكسر ابنه، صورة العساكر اللي بيشيلوا نعش أنا مش عارفة الشهيد ده هو جنبيه كاهن قد يكون شهيد مسيحي، بس الجنود اللي شايلين الصندوق مسلمين على مسيحيين، صورة غاية في التعبير. صورة العسكري اللي بيبكي على نعش زميله اللي مات ومش عارف يودعه ولا يفتخر بيه. أصعب صورة فيهم متهيألي إن الكلام هيسكت احتراما ويقول أنا ما عنديش قدرة على التعبير، لأنه أي كلمة مش هتوصف صورة الأم اللي بتقبل البيادة الخاصة بابنها. مفيش كلمة ولا معنى في كل لغات العالم ممكن توصف اللحظة دي. صورة فيها ألم، الصور كلها فيها ألم بس فيها فخر. الصور دي مش احنا بس اللي شفناها على فكرة، العالم كله شافها، العالم كله شاف الإرهاب بيعمل ايه، شاف الإرهاب بيوصل لإيه. لكن على قد الألم اللي في الصور دي على قد ما في أمل كبير جدا في بكرة.